مفاجأة مدوية. تعرف على الهواتف التي سيقوم تطبيق واتساب بتوديعها. هل هاتفكم منها؟ يسعدني أكون معاكم، أنا رائد حاكم، أهلا بكم. عزيزي المشاهد الجميل الحلو الذكي، لو كان في ايدك موبايل دلوقتي وبتتفرج علينا حالا دلوقتي، لازم تركز وتبص كويس جدا في ماركة الفون اللي في ايدك، علشان بكل بساطة كمان فترة كده وتحديدا في شهر نوفمبر الجاي بإذن الله، اكبر تطبيق على مستوى التواصل الاجتماعي في العالم تقريبا هيبدأ يوقف تعاملاته مع مجموعة من ماركات الفونات والهواتف الذكية، ويمنع التطبيق من تحميلها على الفون بطريقة أوتوماتيكية ومفاجأة. ويتوقف تطبيق واتساب عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة في غضون شهرين، وده اللي هيتسبب في أن ملايين الأشخاص هيصبحوا غير قادرين على رؤية رسائلهم على تطبيق الواتساب. ومن أول نوفمبر القادم هيوقف واتساب الدعم لمجموعة من طرازات الهواتف الذكية القديمة العاملة بنظام أندرويد وآي أو إس. وبحسب الكلام اللي ذكرته صحيفة The Sun البريطانية، فإن الهواتف التي تعمل بإصدار 4.0.4 من أندرويد وما قبله مش هتبقى متوافقة مع متطلبات واتساب، وده ينطبق برضو على الأجهزة العاملة بنظام iOS 9 وما سبقه. وبتشمل قائمة الهواتف كل من سامسونج بإصدارات جالاكسي S3 ميني وترند 2 وترند لايت وكور وإيس 2، بالإضافة لهواتف LG، وبتشمل القائمة الطرازات أوبتيمس F7 وF5 وL3 2 دول وF7 2 وF5 2. ومش هيشتغل واتساب برضو على هواتف زي سوني إكسبيريا، ونفس الأمر بالنسبة لهواوي أسند ميت وأسند دي 2. وأخيرا مش هتكون هواتف آيفون من طرازات SE و6S و6S بلس قادرة برضو على تشغيل تطبيق الواتساب. وكان واتساب مؤخرا أطلق خدمة جديدة هتساعد الأشخاص اللي بيغيروا هواتفهم من حين وآخر، وذكر موقع ذا فيرج الإخبار التقني أنه هيكون بمقدور المستخدمين نقل سجلات المحادثات بما في ذلك الرسائل الصوتية والصور والفيديوهات وقت ما يغيروا هواتفهم من iOS لأندرويد. وهتغطي الخدمة دي في المرحلة الأولى اللي هتتم خلال الأسابيع المقبلة، نقل السجلات من هواتف iOS إلى هواتف سامسونج الجديدة من طرازي زي فليب 3 وزي فولد 3. في المرحلة الثانية هتغطي الخدمة عمليات النقل بين هواتف النظامين، لكن من غير الواضح امتى هتكون الخدمة دي متاحة لجميع الهواتف. وبتعالج الخدمة جانب محبط في واتساب، لأنه ما كانش متاح في الماضي نقل سجلات المحادثات بين هواتف مختلفة في نظام تشغيلها. وفي العادة كان المستخدمين بيخزنوا النسخة الاحتياطية في برنامج اي كلاود الخاصة بيهم بنظام اي او اس، في الوقت اللي بيخزن مستخدمين هواتف سامسونج مثلا النسخة الاحتياطية في برنامج جوجل درايف الخاصة بأجهزة اندرويد الخاصة بهم. نشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة، كنت معاكم أنا رائد حاكم، في أمان الله.